رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ودلوقتي معانا مع اهم الاخبار المحليه والاخبار العالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج في الفقره اللي جايه. الشروق أجاري يعلن قائمة المحليين لمواجهة النيجر. اتحاد الكرة يتقدم ببلاغ للنائب العام. بوابة أخبار اليوم، اتحاد الكرة يجدد رفضه لطلبات محامي محمد صلاح. كرة، وزير الرياضة يتدخل لإنهاء أزمة صلاح. شوقي غريب يشيد بالتعاون المثمر مع أجاري. اليوم السابع، القيصر يوافق على تمديد عقده مع الإسماعيلي موسما. المقصة يواجه الأهلي الليبي وديا استعدادا للمصري. فيتو محمد صلاح بالمركز الرابع في قائمة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي. الوفد الليلة عمرو وردة يسعى لكتابة التاريخ مع فاوك أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا. سكاي نيوز، نجم ريالي كان يجب على رونالدو اتباع أخلاق ميسي. سبورت 360، أرسنال قد يكون وجهة يايا توري المقبلة. أيس الأسبانية، مباراة بيرنلي قد تكون الأخيرة للمورينيو مع مانشستر يونايتد. هنبتدي أخبارنا مع الشروق، واللي قالت إن أعلن المكسيكي خافيير أجاري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم أسماء 13 لاعب تم اختيارهم من الدوري المصري الممتاز عشان يشاركوا في معسكر الإعداد لمباراة النيجر ضمن طبعا الجولة الثانية لتصفيات المجموعة العشرة المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية. اللعيبة اللي تم اختيارهم هم محمد الشناوي، صلاح محسن، محمد هاني، أيمن أشرف من النادي الأهلي، محمود جنش، طارق حامد من نادي الزمالك، باهر المحمدي ومحمد صادق من الإسماعيلي، علي جبر ومحمد حمدي من بيراميدز، أحمد جمعة من المصري بورسعيدي، وحسام حسن من سموحة، إسلام جابر من الداخلية. وكمان أجاري أعلن قبل كده عن أسامي 13 لاعب محترف في الخارج للمهمة نفسها، وهي طبعا المعسكر القادم، معسكر مباراة النيجر. نروح لموقع كورة. موقع كورة قال أن تقدم اليوم الأربعاء حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم ببلاغ للنائب العام عن وجود حسابات مزورة باسم رئيس الجبلية هاني أبو ريدة والأعضاء مجدي عبد الغني، كرم كردي، وخالد لطيف على مواقع التواصل الاجتماعي. واستمرت الحسابات المزورة دي في كتابة تغريدات منسوبة للاتحاد المصري من شأنها أن هي تثير الرأي العام. كمان بوابة أخبار اليوم قالت أن أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمتحدث الرسمي لاتحاد الكرة أن الاتحاد كعادته درس اللي قاله محمد صلاح بعناية شديدة بغية طبعا الارتقاء بالمنتخب الوطني ككل، لا سيما طبعا أن الارتقاء بالمنتخبات الوطنية هو أحد أهم الأهداف المباشرة اللي عمل على تحقيقها مجلس إدارة الاتحاد من ساعة ما تم انتخابه من سنتين. وقال برضو مجاهد أن اتحاد الكرة لم يبخل في دعم منتخب البلاد حدود لتوفير كل سبل الراحة وتهيئة المناخ المناسب لأداء مهمته الوطنية. كمان كورة قال إن خلاص أزمة محمد صلاح قربت إن هي تنتهي مع الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة فيما يخص بعض الطلبات الخاصة باللاعب، وتواصل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هاتفيا مع محمد صلاح بشكل شخصي عشان يقدر إن هو ينهي الأمر ده أو الأزمة دي نهائيا. واتكلم صبحي مع اللاعب عن الأسباب اللي خلته يخرج عن تركيزه وينشر فيديو على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. كورة برضو قالت ان اشاد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي بالتعاون المثمر ما بينه وما بين المكسيكي خافيير أجاري مدرب المنتخب الاول. وقال شوقي غريب ان هو اتفق مع أجاري ان هم ينسقوا مع بعض فيما يخص ضم اللاعبين على ان تكون الاولويه طبعا للمنتخب الاول. وقال كمان شوقي غريب ان هو تم الاتفاق على توحيد خطط اللعب سواء في التدريب او في المباريات عشان يتعودوا لعيبه المنتخب على الطريقه نفسها. كمان اليوم السابع قال ان حرص مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان على فتح ملف تمديد تعاقد حسني عبد ربه قائد الدراويش لمدة موسم كمان مع القلعة الصفراء، وده اللي طبعا رحب بيه القيصر اللي مدد عقده مع الإسماعيلي لمدة موسم مقبل.
هنروح معاكم لليوم السابع. اليوم السابع قال ان قرر الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة بقياده طلعت يوسف انه يخوض مباراه وديه مساء الاربعاء امام اهلي تشابلس الليبي في الاستاد الفرعي للدفاع الجوي استعدادا لمواجهه المصري بورسعيدي في الجوله الخامسه في الدوري المصري الممتاز، والمقرر ليها ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي على ملعب برج العرب في اسكندريه. كمان فيتو قالت ان احتل محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي منتخبنا الوطني الاول المركز الرابع في قائمه قناه سكاي سبورتس الانجليزيه عن افضل لاعبي الدوري الانجليزي او البريمير ليج في كل اسبوع. احتل محمد صلاح المركز الرابع في القائمه بعد قيادته لفريقه للفوز بهدف مقابل لا شيء قصاد برايتون على ملعب الانفيلد رود، ويتصدر لوكاس مورا لاعب توتنهام قائمه الافضل في الدوري الانجليزي، وجي بعديه جوزي هاليبس مدافع فورد، وبعد كده سيرخي أجويرو مهاجم مانشستر سيتي. كمان الوفد قالت ان النهارده يوم الاربعاء هيواجه فريق باوك اليوناني المحترف في صفوفه نجمنا المصري عمرو ورده نظيره بنفيكا البرتغالي في اياب الملحق المؤهل لدور المجموعات في بطوله دوري ابطال اوروبا على ملعب تامبا ستاديوم في مدينه سالونيكي اليونانيه. هيسعى طبعا فريق باوك بقياده عمرو ورده ان هو يكتب تاريخ جديد بالفوز على فريق بنفيكا او يتعادل معاه عشان يقدر ان هو يضمن التاهل لدور المجموعات في دوري ابطال اوروبا للمره الاولى في تاريخ. عمرو ورده قاد باوك عشان يحقق التعادل قصاد بنفيكا 1-1 في مباراه الذهاب في العاصمه البرتغاليه لشبونه بعد ما سجل هدف فريقه الوحيد في الدقيقه 75 من عمر اللقاء. كمان سكاي نيوز قال ان شن رافائيل فان دير فيرت لاعب سابق لفريق ريال مدريد الاسباني هجوم على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد ما ساب النادي الملكي وتوجه ليوفنتوس الايطالي، وقال اللاعب الهولندي رونالدو كان مفروض يكون اكتر اخلاصا لفريقه السابق وكان المفروض ان هو يفضل في ريال مدريد حسب ما نقل طبعا موقع سوكر لادوما. وكمان قال فان دير فيرت اللي سبق وقال ان هو طبعا بيفضل ميسي على كريستيانو رونالدو، هل ترى ليونيل لن يغادر برشلونه ابدا، لن يقوم بهذا الامر. كمان سبورت 360 اتكلمت عن تقارير لنادي أرسنال الإنجليزي وقالت أن قد يكون الوجهة المقبلة للنجم الأيفواري يايا توري بعد ما رحل عن مانشستر سيتي بشكل نهائي، والبعض كانوا متخيلين أنه هو رايح ويست هام يونايتد، هيكون الوجهة اللي جاية للاعب هي الفريق أو لك عفوا فريق الأرسنال. وقالت كمان أن التقارير دي قالت ان فريق ارسنال هو قد يكون الواجهه القادمه ان شاء الله ليايا توري. طيب نروح لايس الاسبانيه اللي قالت ان مباراه مانشستر يونايتد اللي جايه مع نظيره بيرنلي في بطوله الدوري الانجليزي لكره القدم هتكون الفاصله بشان طبعا بقاء المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من عدمه وفقا لما يتناوله او ما تتناوله التقارير البريطانيه النهارده، وطبعا هيلتقي يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله في الجوله الرابعه من بطوله الدوري الانجليزي على ملعب تيرف مور. المتوقع طبعا ان يكون اللقاء ده لقاء ناري بحسب بوصف الصحافة والإعلام الإنجليزي. قالت كمان صحيفة الديلي ميل إن بالرغم من الدعم اللي بيتلقاه مورينيو من إدارة اليونايتد خلال الفترة الأخيرة لكن مصيره في مسرح الأحلام بات قريب من الانتهاء بخروجه بسبب سوء النتائج. وكمان قالت الصحيفة إن إدارة النادي الإنجليزي ممكن إن هي تقيل مورينيو في حال إن هو أن المباراة دي انتهت بنتيجة سلبية ومحققش فيها الفوز ومخرجش فيها بالثلاث نقط. طيب دلوقتي سريعا بقى هنروح لفاصل ونرجع من الفاصل ده ان شاء الله نتابع معاكم اهم اللي حصل في السوشيال ميديا.